عالم الجن بيعتبر من العوالم الخفية اللي محدش يعرف عنها حاجة. وجود الجن وأذيتهم للبشر حقيقة ثابتة، وده حتى لو ما كنتش مقتنع بوجودهم من الأساس. في بعض المقاطع بتصورها أحيانا عدسات الكاميرا صدفة، ومهما بنحاول نجتهد في تفسيرها برضو مش بنلاقي لها أي سبب منطقي. وارد بعضها يكون متفبرك ومش حقيقي، ولكن البعض الآخر بيكون حقيقي ومرعب جدا. في حلقتنا النهاردة هعرض لكم 5 مقاطع مرعبة وهسيب الحكم ليكم. حطوا الهاند فري في ودانكم واعملوا اعجاب بالفيديو وجهزوا نفسكم لجرعة رعب من العيار التقيل. بيقولوا ان الجن بيخاف من الذئاب، ولكن عمرنا ما تخيلنا ان ممكن عدسات الكاميرا تصور معركة ما بين ذئب وجني. في المقطع ده رصدت عدسات الكاميرا ذئب بيجري ورا جني عادي كده قدامنا. المقطع اللي قدام حضراتكم دلوقتي بيرجع تاريخه لشهر 3 من سنة 2020، وعلى الرغم انه معداش عليه غير سنة تقريبا، ولكنه في وقت قصير جدا وصل لأكتر من 17 مليون مشاهدة على التيك توك. بيظهر في المقطع شاب كان لسه خارج من عربيته ولقى ذئب بيجري ورا الكائن الغريب اللي حضراتكم شايفينه ده، وأول ما عدوا من ورا صندوق الزبالة الكائن ده اختفى. كل اللي شافوا الفيديو بيعتقدوا 100% ان الكائن ده جني، شكله غريب جدا وكان بيجري بطريقة غريبة. وبعد ما اختفى ورا صندوق الزبالة، الذئب عدى وكان عمال بيدور عليه وما لقاش أي حاجة. وبعد ما عدى الذئب بسلام، رجع الجني ده وظهر تاني. ظهر وهو بيتنطط كأنه كان بيلعب أو بيتسلى. من احد الجوانب اللي خلت الناس تصدق الفيديو ده ان الشخص اللي كان بيصوره اصلا ملوش في مقاطع الرعب ولا بيحب الرعب اصلا، هو ببساطة كل فيديوهاته عبارة عن فلوجات، والموقف ده ظهر له بالصدفة البحتة. في سنة 2016 رصدت كاميرات مراقبة منزل مقطع مرعب جدا. الشاب ده كان لسه راجع من بره وبيقلع الجاكيت ودخل يجيب مية من جوه، وفجأة لقى ظل اسود خنقه من رقبته ورفعه وطربي في الجو، وفضل الخيال الاسود ده طاير بالشاب لغاية ما دخله جوه الأوضة. دخل الأوضة وهو طاير ورجله مش لامسة الأرض، حاجة مرعبة جدا. المرعب أكتر إن دي مش الحادثة الوحيدة اللي حصلت في البيت ده، وده لأن في سنة 2017 وبعد الحادثة دي بسنة، وتحديدا الساعة 1 بعد منتصف الليل، كان نفس الشاب نايم في الأوضة وفجأة الباب اتفتح لوحده. من الواضح إن في كيان غريب دخل الأوضة، وبعد ما الباب ما اتفتح بثواني، في حاجة غريبة بدأت ترفع رجله بطريقة مرعبة جدا. وبعدين الجني سحبه من رجله وبدأ يشيله من رجله ويرفع جسمه كله لفوق. طبعا الشاب صحي مفزوع جدا وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. الشاب ده قلبه جامد جدا بصراحة، يعني بعد المقطع بتاع 2016 لما الجني رفعه وشاله خالص من على الأرض، ازاي قادر يقعد في البيت بعد كده؟ الجني ده مش بيعرف يهزر اطلاقا، هو بيدخل يشيله ويطير بيه في الجو ويرميه في اي حتة، وكأنه قصد ينتقم منه. مفيش رعب اكتر من كده بصراحة. في شهر 11 من سنة 2020 وتحديدا في تايلاند، قامت زوجة بالتواصل مع فريق متخصص في الخوارق الطبيعية، وكانت بتشتكي ان جوزها بيصدر منه تصرفات غريبة. كان دايما بيصحى في الليل ويلبس ملابس نساء ويبدأ يرقص ويردد كلام مش مفهوم، ده غير كمان انه احيانا كان بيهجم عليها وهي نايمة ويصرخ بدون اي سبب. وبناء عليه قام فريق الخوارق بتركيب كاميرات مراقبة في كل زوايا البيت، وده عشان يفهموا جوزها ماله وليه بيعمل كده. وبعد تركيب كاميرات المراقبة، اللي اتصور في اول يوم كان حقيقي مخيف. مبدئيا الراجل ده لبس ملابس سيدات زي كل يوم وقعد يرقص شوية، ولكن ما كانتش دي اكتر حاجة مرعبة حصلت في الفيديو. بعد مرور 20 دقيقة تقريبا، اتوجه الزوج للصالة وكان في ترابيزة محطوط عليها ازازة مية بعيدة عنه شوية، وفجأة ايده طولت وجاب الازازة زي افلام الخيال العلمي بالظبط،
ورجع نام كأن ما حصلش أي حاجة. أنا مش فاهم بصراحة ده ممكن يكون حصل إزاي، لو حد عنده تفسير ياريت يقول لنا تحت في التعليقات. المهم انه بعد ما رجع ونام في ايد طلعت من تحت السرير وكانت بتحاول تمسك مراته من رجلها. نهاية القصة دي ما كانتش سعيدة اطلاقا، وده لان الزوجة في النهاية لبسها جني وانتحرت ورامت نفسها من الشباك. كلنا اكيد سمعنا عن الجن العاشق وعن الاذى اللي ممكن يسببه لنا. جمدوا قلبكم معايا عشان اخليكم تشوفوا الجن العاشق بعينيكم دلوقتي. تخيل معايا انك نايم في سريرك والساعة تخطت 2 بعد نص الليل، وكل شوية تحس ان البطانية بتتشد من عليك وتحاول تتجاهل الموضوع وتكمل نوم، ولكن بعدها بشوية هتحس ان في حد نايم جنبك تحت البطانية. ده اللي حصل مع الشخص اللي في المقطع ده بالظبط، ولما جرب يحسس على البطانية بايده لان البطانية ما كانتش مرفوعة بالصدفة، ولكن كان في كيان غريب تحت البطانية وهو اللي مخليها تظهر بالشكل ده. طبعا اي حد في الموقف ده هيترعب جدا، ولكن بعد تفكير وحيرة استمرت لثواني قرر الشخص اللي في الفيديو انه يرفع البطانية عشان يشوف ايه اللي تحتها، ولكنه اتفاجئ ان مفيش اي حد تحت البطانية. حيرة وشك ورعب ومشاعر متضاربة كتير. لو مفيش حد تحت البطانية امال ايه اللي ايده كانت لمساه من شوية؟ يا ترى لو مكانه هتقدر تكمل نوم في السرير ده تاني؟ انا عن نفسي مش هقدر. لو عندك موتوسيكل او عجلة وارد جدا انك تركنهم قدام بيتك، ولكن يا ترى ممكن تحس بايه لو بصيت في الكاميرا لقيت الموتوسيكل بتاعك بيمشي لوحده؟ ده بالظبط اللي حصل في المقطع ده. هنلاحظ ان في حاجة غريبة حركت الموتوسيكل وحاولت تلف بيه في الشارع، ولكن الموتوسيكل وقع اثناء ما كان بيلف. ايه اللي حرك الموتوسيكل وايه اللي نقله من مكانه ورماه بالشكل ده؟ الله اعلم. يا ترى ايه اكتر مقطع حاسسكم بالرعب في حلقتنا النهاردة؟ وايه المقاطع اللي بتعتقدوا انها متفبركة؟ وايه المقاطع اللي بتعتقدوا انها حقيقية؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات. هستناكم كمان تعملوا اعجاب بالفيديو وشير لي مع اصدقائكم، وده لو بتحبوا حلقات الرعب وحابين نعمل حلقات تانية. كل ما كان عدد الاعجابات على الفيديو كتير كل ما هنعمل حلقات اكتر مرعبة. اما بقى لو اول مرة تشرفونا فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، وده عشان توصلكم كل حلقاتنا المرعبة اول باول. كان معاكم محمد جابر، واشوفكم الحلقة الجايه.